السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على حضراتكم. الحقيقة معنا في هذه الحلقة معلومات تعتبر معلومات حصرية مجمعينها وبننقل لحضراتكم تفاصيلها تسمعها لأول مرة، لأنه الحقيقة الفساد كان مستشري جدا خلال الفترة اللي فاتت. اللي حصل يوم الحد بالليل، راحت الرقابة الإدارية قبضت على مسؤول كبير جدا في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء. أنا بتكلم على نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية. الموضوع كان كبير وخطير وفيه أسرار وتفاصيل خطيرة. تم الإطاحة برئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة للكهرباء من أيام قليلة. اكتشف أن في شركة جنوب القاهرة للكهرباء فساد رهيب، يعني زي ما بيقولوا كده فساد للركب. والحقيقة أن الموضوع ما جاش بشكل عشوائي. في نفس الوقت اللي تم الإطاحة فيه برئيس الشركة مدحت فودة، تم الإطاحة برئيس قطاع الدقي أو إيقافه بالضبط عن العمل. وشهدت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء حملات تطهير مستمرة. إيه اللي حصل؟ اكتشف في سنة 2019 حصل حاجة غريبة. في 2019 ركبوا حوالي 28 ألف عداد لمواطنين. تعاقدت الشركة مع شركة عدادات، فاكتشف أن العدادات دي فيها تلاعب. إزاي؟ بعد ما تم تركيب العدادات للمواطنين، المواطن مثلا بيستهلك الحصة اللي موجودة في الكارت، بيشحن الكارت، الكارت بيخلص، تفضل الكهرباء ما تقطعش عن المواطن ويفضل يستهلك كهرباء، وطبعا كل ده بيعتبر فاقد لأن المواطن ممكن ما يدفعش، يعني بيحاولوا ان هما بعدين يدفعوا المواطن، فممكن يدفعوه بأسعار عالية، بعض المواطن ما يدفعوش، فالعداد ما كانش منتظم، كان بيعد على الفاضي. فاكتشف الأمر ده في 2019. 2023 راحت الشركة نفسها اللي هي شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، اشترت 205 ألف عداد من شركة العدادات اللي اشترت منها في 2019، وال205 ألف عداد طلعت عدادات تلفة، اتركنت في المخازن من 2023 لغاية النهاردة بتكلفة 40 مليون جنيه. ده اللي حصل في شركة جنوب القاهرة على مدار الفترة الماضية. والحقيقة انه في خبر القاء القبض على نائب رئيس مجلس ادارة الشركة للشؤون المالية، انه رصد مخالفات مادية جسيمة واصطحبت الرقابة هذا القيادي من مكتبه داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الى الجهة المختصة للتحقيق معاه في مخالفات مادية جسيمة. هو يعتبر من القيادات القديمة لانه مورس حملة تطهير كبيرة على شركة جنوب القاهرة خلال الفترة الماضية، وكانت من اكبر شركات الفساد في الكهرباء في مصر. ندخل على الحاجة التانية، لانه الحقيقة احنا بنحيي الجهات الرقابية على كشف الفساد خاصة في وزارة الكهرباء، لانه في معاناة كبيرة في قطع الكهرباء، والفساد طبعا جزء كبير من هذه المعاناة. ندخل على الحاجة التانية. الحقيقة انه في برضو تحركات في وزارة الزراعة حصلت خلال الفترة اللي فاتت. خلينا نقول ان وزير الزراعة كان منبه على حاجات معينة للشركات العاملة في تصدير البطاطس. احنا كدولة عندنا حاجة اسمها العفن البني. العفن البني ده موجود، مرض موجود وله مكافحة عندنا. مثلا نجلاء بلابل دي رئيس او مدير مشروع مكافحة العفن البني. المرض ده له حملات مكافحة كبيرة في مصر، بتحاول الدولة انها تقطع رجل المرض ده، لكن احيانا بيتسرب لبعض يعني سلالات البطاطس، احيانا الدولة بتنجح، ولكن الدولة حازمة جدا في موضوع انه احنا ما يكونش عندنا باد ريبيتيشن او سمعة سيئة واحنا بنصدر محصول زي البطاطس. فالدولة خلال الفترة الماضية، لسه في قرار صادر من يومين بالظبط، الجريدة الرسمية نشرت القرار، قرار وزير التجارة والصناعة رقم 285 لسنة 2024 بشأن توقف او ايقاف شركات تصدير بطاطس. 6 شركات أوقفتها وزارة التجارة والصناعة عن التصدير لدول تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني، ووقف هذه الشركات لمدة تصل إلى 3 سنوات. اللي حصل إن الشركات دي برضو كان في شبهة فساد، لأنهم في يعني في المادة الثانية بيقول لك إيقاف محطات الإنتاج التابعة للشركات الواردة بالمادة الأولى اللي هم 6 شركات والتي تم تشغيل أو تسجيل اللطات المصابة بها. يعني رصد ان الشركات دي صدرت شحنات المفروض انها شحنات برضو فيها مشكلة فيما يتعلق بالعفن البني. لكن الحقيقة
انه هذه الخطوات خطوات مهمه. يعني انت عندك تم الايقاف للاتحاد الاوروبي وانجلترا وروسيا. احنا الحقيقه هذه الشركات كانت بتصدر لهذه الدول، والدول دي حازمه جدا وحاسمه جدا. انت بتمنع من هنا عشان ما يروحش هناك يرجع لك الشحنات، فلما تيجي حضرتك تصدر شحنات فيها عفن هو هناك هيوقف التصدير تماما، هيقول لك مش عايز حاجه من مصر. فانت بتمنع المشكله قبل ما تحصل. الحقيقه عشان نفهم حضرات موضوع البطاطس، احنا عندنا في مصر من المحاصيل المهم تصديرها او اللي بتجيب لنا عائد كويس هي البطاطس. مثلا في الربع الاول من سنه 24 احنا صدرنا بطاطس ب 245 مليون دولار، ده اعلى من الربع الاول في 23 اللي كان حوالي 208 مليون دولار، يعني زودنا حوالي 36 مليون دولار، ده في ربع واحد. في مارس مثلا السنه دي مصدرين بطاطس ب 124 مليون دولار، في مارس اللي زيه السنه اللي قبلها ب 101 مليون دولار. فالخطوات شغاله، يعني في تصدير بيزيد، ولكن في نفس الوقت احنا عندنا تخوف لان الدول دي دول حاسمه جدا ومعظم صادراتنا لهذه الدول. يعني خد عندك مثلا في الموسم اللي هو بتاع 23-24 اللي انتهى، في الموسم ده لغايه 20 مايو انت صدرت 650 الف طن بطاطس في الموسم كله ما عدا منه مثلا شهر ونص. ال 650 الف طن بطاطس، تخيل الاتحاد الاوروبي مثلا واخد ب 650 الف طن قد ايه؟ الاتحاد الاوروبي واخد 55-60% من الكم، واخد 350 الف طن بطاطس من مصر. عندك روسيا واخد 50 الف طن بطاطس من مصر، عندك الدول العربية 180 الف طن بطاطس، وعندك دول اخرى واخد 70 الف طن. لكن الغلبة للاتحاد الاوروبي، فالاتحاد الاوروبي حاسم في مسألة المعايير والحجر، ولو قفل عليك هيعمل لك مشكلة. وده اللي حذر منه وزير الزراعة قبل كده اللي هو السيد القصير، قال لازم نشدد على اجراءات انه الشركات الجديدة واللي داخلة السوق في مسألة تصدير البطاطس تكون فاهمة المعايير كويس عشان ما تعمل لناش مشكلة. عندي معلومات ان الراجل كان منبه على شركات بعينها، قال لهم بلاش يكون في تلاعب وبلاش يكون في عدم التزام بالمعايير. تعال اقول لك اسماء بعض الشركات. عندنا مثلا شركة الهدير للتصدير، دي شركة تم ايقافها حتى نهاية الموسم الحالي. شركة المتحدة دي تم ايقافها حتى نهاية 24-25، والشركات دي من الشركات اللي صدر بها قرار 6 مايو الماضي. يعني هقول لك شركات صدرت في 6 مايو الماضي انها تمنع عن التصدير، وشركات جديدة برضو اليومين اللي فاتوا. شركة جولد تيوبر ودي صدر لها قرار قديم، واعتقد قرار جدد لها ان المدة تزيد شوية، 24-25 ايقاف تصدير حتى نهاية 24-25. شركة المنار الدولية ايقاف التصدير حتى نهاية 26-27. العامر جروب حتى نهاية 26-27، وشركة الهداية حتى نهاية 26-27. عندك بقى الشركات الجديدة الضيوف الجداد اللي في الليستة، شركة مهتور حتى نهاية 23-24، الجمل حتى نهاية 26-27، الدولية حتى نهاية 26-27، بروفيشنال حتى نهاية 26-27، جولدن تيوبر حتى نهاية 26-27، وشركة اسمها السليمانية حتى نهاية 26-27. عندنا تميز في تصدير محصول البطاطس وبنصدره كويس، وعندنا سمعة جيدة في الموالح، البرتقال، الفراولة، محاصيل معينة كده مفضلة خارجيا، فمش عايزين نعمل سمعة سيئة. فعشان كده هتجد انهم حارسين جدا على المعايير، عشان لو حصل وقفل عليك هتبقى مشكلة كبيرة، واحنا في عرض كل دولار بنصدر بيه، لانه الحقيقة ان الحاجات دي لو توقف يعني يوقف تصديرها هتعمل لنا سمعة وحشة في بقية الحاجات التانية، في بقية السلع الاخرى، واحنا ما احناش ناقصين. الحقيقة ان احنا يعني الاوضاع اللي عندنا الاقتصادية بتقول ان احنا لازم نزود من صادراتنا ونقلل وارداتنا عشان عجز الميزان التجاري يخف شوية وينكمش شوية، لانه العجز كان كبير الفترة اللي فاتت. ونتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف اوضاع اقتصادية افضل، لكن احنا اي محاربة فساد بندعم الدولة فيه لتوجهها في هذا التوجه. بنشكر الرقابة الادارية على اللي عملته خلال الفترة اللي فاتت. بشكركم جدا، ربنا يحفظ مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.